السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ما تكونوا بخير صحه ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في قناه مطبخ سميره. مبروك عواشركم ورمضان كريم، الله يدخل علينا في الصحه لهنا وعليكم وجميع المسلمين يا رب العالمين. اليوم البنات جبت لكم واحد الوصفه او واحد المعسله اللي كتجي غزاله، ما نقول لكمش، واحد المذاق اللي رائع بعجين ديال ابليغات، ولكن كنعطي لها الشكل ديال كعبه او كعب غزال، وكنعمروه بواحد الحشوه ديال التمر اللي كتجي معلكه مع ديك التقرميشه ديال هذيك العجينه ديال البليغات، كتجي ما نقول لكمش ما تشبعوش منها، ويعني كيجي فيها كتجي رائع، واحد المذاق اللي مختلف، كي يعني بحال المقروط بحال فيها مذاق ديال الكعبه، يعني هذاك الشيء مخلط، ولكن راه كتجي غزاله غزاله ما نقول لكمش، ديال تحمير الوجه. والجميل كلش في هذا الشيء لانها الطريقه بسيطه، وحتى المقادير كتوجد بسرعه، ما كتاخد ما معناش شي وقت طويل. ابقوا معايا وشوفوا المقادير والطريقه التحضير اللي سهل جدا، وما تبخلوش عليا باللايك الا عجبكم التحال، باش تبارطاجيو مع الاصدقاء والحباب باش تعمل الفائده. كنشكركم بزاف وجزاكم الله عنا خيرا وفرجه ممتعه. بسم الله نبدا على بركه الله. عندي هنا 300 غرام ديال الدقيق الابيض اللي مغربل، غنضيف عليه 200 غرام ديال الزنجلان او السمسم اللي خضر ما محمرش، غير مغسول ومنقي ونشفناه مزيان. صافي كنخلطو مع الدقيق، 300 غرام ديال الدقيق، كندير معاه 200 غرام ديال الزنجلان، غادي نضيف قبصه ديال الملح، ملعقه ديال حبه الحلاوه او اليانسون صغيره، ملعقه صغيره ديال القرفه، ملعقه كبيره ديال الزبده، ما يعادل واحد 30 غرام. غنضيف زوج معالق ديال الزيت كبار كيعطي واحد القرمشه زوينه، عندي ملعقه ديال ماء الزهر كبيره، ملعقه صغيره ديال الخل، ملعقه صغيره ديال خميرة ديال الحلوه او بيكنج باودر ما يعادل واحد 5 غرام، وعندي الماء باش غادي نجمع العجين على حساب الخليط، ما كيكون بارد بحراره الغرفه. صافي دابا غادي نخلط شويه هاد المكونات، غادي ندير الماء شويه بشويه، غادي نجمع العجينه. بالنسبه للمبتدئات ما تكثروش الماء في الاول باش ما تجيلكمش العجينه جاريه، لان راه فيها بزاف ديال الزنجلان. الى حتى مشات جاتكم جاريه كتزيدوا شويه ديال الدقيق، صافي ملي جمعت العجينه ديالي خصها تكون هكا شويه متماسكه، كتكون شويه رطبه وشويه متماسكه، ما تكونش يعني جاريه وما تكونش قاسحه بزاف. انا خدت هذيك الكاس عامر ديال الماء، تقريبا واحد 180 مللتر ديال الماء او 190، وانتم على حساب الدقيق ديالكم. صافي دابا راه غير ما غاديش ندلكها لا والو، غير كنديرها شويه هكا على سطح العمل باش كينتج مزيان هذاك الدقيق. العجينه راه ساهله ديال هاد البليغات اللي كانت كتجي زوينه. صافي دابا غادي نقطعها. صافي ملي قطعتها غنديرها في البلاستيك غادي نخليها ترتاح، وانا غادي نمشي نوجد الحشوه ديال التمر، غادي نخليها هكا على جنب. دابا غادي ندير العجين ديال التمر، عندي هنا 400 غرام ديال عجين ديال التمر، تقدر تشروها جاهزه، انا كنديرها في الدار، يعني التمر كتحيدوا لها هذاك النواه وهذاك العظم. صافي اما كتبخروها اما كانت طريه راه غير كطحنوها، اما اللي كانت شويه قاسحه كتبخروها شويه واحد 5 ديال الدقائق وكطحنوها تكون هكا جاهزه. ثم كتبقى لكم الاختيار، عندي ملعقه كبيره ديال الزبده، نص ملعقه كبيره ديال القرفه، عفوا القرفه كتعطي واحد المذاق زوين كتجي مزيان مع التمر، وملعقه كبيره ديال ماء الزهر. صافي دابا غادي نعجن هذا التمر حتى كتنسج مزيان مع هاد العناصر،
كنديروا لها داك الزبده باش كتبقى لنا طريه، ما تبقاش يعني ملي غادي نطيبوا الحلوه ديالنا ما تبقاش متقسح ليناش، كتبقى هكذاك معلكه. صافي ملي عجنتها كتولي هكذا. دابا غادي نحربلها، ندير هكا حرابل صغار، نتوما الحجم اللي بغيتو ديال الكعبة ديالكم، كي بغات واش كبيرة ولا صغيرة. انا نديرهم شوية توستين. صافي التمر ديالي ملي شكلتها، دابا غادي نمشي نعمر العجينة ديالي. صافي غير كنكمل هداك التمر، كنبدا نسرح العجينة. درت هنايا شوية دقيق على سطح العمل، غادي نسرح العجينة على سطح العمل بالمدلك. كما كتعرفوا راه العجينة ديال بليغات ساهلة الخدمة، مفيها حتى شي صعوبات، حتى بالنسبة للمبتدئات يقدر يديروها. وهاد الوصفة مكاينش أسهل منها، ولكن راه كتجي راقية وكتجي زوينة. صافي كندير سرحتها هكذا، ماشي غليظة بزاف وماشي رقيقة بزاف باش ما تقطع ليش العجينة. كنجيب العقدة ديال التمر كنحطها هكذا كما طريقة ديال كعب غزال، كتضغطوا عليها هكذا باش كتلصق لكم مزيان، ما كتحلكمش في الزيت بهذه الطريقه، وكتضغطوا عليها باش كتعطي الشكل ديال الهلال. وما تبلغوش يعني تضغطوا عليها بزاف، ترقوها بزاف باش تخرج لكم العقده، غير كتشكلوها هكذا بحال الهلال. صافي وكتقطعوها. هاد الطريقه صافي ملي كتحيدوها كتعدلوها شويه كي كتجي الشكل ديالها، حتى الشكل ديالها كيجي رائع. غادي نزيد معكم هذا، كترجعوا كتجمعوه كديروه في بلاستيكه كتخليوه حتى الاخر كتخدموا به، يعني ما كترموش بالنسبه للمبتدئات. صافي كندير هكا التمر كنطوي عليه هكذا، وكتضغط هكا مزيان العجينه، كتضغطوا عليها مزيان هكذا، وكتعطي لها الشكل ديال الكعبه او كعب غزال او الهلال. صافي كنقطع، اللي ما عندهاش هذه تقطع غير ديال البيتزا، اللي ما كتوفرلهاش هاد الجراره. صافي كنحيدها كنرجع نصوبها شويه هكذا، نقادها شويه هكذا. غنزيد معكم حتى كنحاول نبسط بالنسبه للمبتدئات. هي راه الطريقه صراحه ساهله، ما كانش اسهل منها وسريعه، يعني ما فيهاش حتى شي تعقيدات. لو تقول راه تجي صعيبه ولا شي حاجه، راه ساهله هاد الطريقه. وكتقطعوا صافي ساهله، في حتى شي صعوبات. صافي كنستم هكذا حتى غادي نكمل الحلوه ديالي. ملي كملتها شكلتها كامله، ودرت الزيت كتسخن عندي هنايا. الزيت ملي كتسخن مزيان كنقص على نار متوسطه، وعندي هنايا العسل اللي كيكون بارد باش ملي كنحيدو الحلوه كنديروها فيها. عندي العسل ديال الحر، نتوما ديروا اي عسل كتفضلوه. صافي دابا غادي نجيب حبات ديال الحلوه ديالي غادي نرميهم في الزيت. صافي كتخليهم حتى كيتحمروا، كتقلبوهم النار تكون متوسطه، ماشي ناقصه بزاف وماشي مجهده بزاف. صافي مره مره كتحركوهم، راه ما كيتهرسوا ما والو. صافي ملي كيتحمروا كنسقطوهم هكا واحد المصفى ديال الزيت مزيان، كيجيو محمرين مقرمشين. كنديرهم في العسل، صافي كنغطسهم في العسل وكنخليهم هنا في العسل حتى غادي نطيب. غندير دابا غنطيب حتى غادي يطيبوا، عاد كنحيد هادو من العسل كنخليهم هنا يتشربوا مزيان حتى نحيد يكونوا طايبين اللي غادي ندير دابا، عاد هادي كنحيدهم من العسل. صافي دابا غندير عاد هادو غادي يطيبو، كيطيبو بسرعة، السمنة وسطا. صافي
ساهلين لا في التحضير ولا في المقادير ديالهم، ولكن راه كيجيو على البنات. غادي نستمر هكذا غادي حتى غادي نكمل. اي البنات الحلوه ديالي ملي كملتها زينتها هكذا بشويه ديال اللوز محمر مهرمش وشويه ديال البيستاج او الفستق، كتجي رائعه ما نقولكمش. هاد الحلوه او المعسله اللي غتجربوها ما غاديش تغنوا عليها، كتجي زوينه زوينه بزاف. كتجي هذيك التقرميشه ديال البلاغات كما كتعرفوا التقرميشه ديالها كتجي غزاله، وهذاك التعليكه ديال التمر اللي كتجي زوينه زوينه بزاف، غزاله غزاله ما نقولكمش. شوفوا البنات كي كتجي رائعه، هذيك التقرميشه وهذيك التعليكه ديال التمر اللي كتجي غزاله غزاله ما نقولكمش، كتجي اكثر من رائع البنات، غزاله وديال كتحمر الوجه. نتمنى تجربوها وتعجب لكم، انا متاكده غتعجبكم. وما تبخلوش عليا بلايك الا عجبكم تهبت الحال، وتبارطاجوا مع الاصدقاء والاحباب باش تعم فائده. كنشكركم بزاف، واللي معايا جديد ما تنساش تشارك في القناه باش يوصل لك الجديد. جزاكم الله عنا خيرا، حتى الفيديو اخر ان شاء الله وصفه جديده، والسلام عليكم في رعايه الله.